السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. ترمز رؤية البنك في المنام لحمل الأمانات والودائع وحفظها، ودخول البنك في الحلم يدل على اتساع المعيشة والأحوال، ورؤية فتح حساب في البنك في المنام تدل على جمع الأموال وادخارها، ورؤية سحب المال في المصرف في المنام تدل على استرجاع الودائع والأمانات من الآخرين. والله أعلم. رؤية البنك في المنام تدل على حمل الأمانة والودائع وحفظها، ومن رأى أنه يودع مالا في بنك في الحلم فإنه يطلب الرعاية من الآخرين، وربما ينال فائدة وأرباح. دخول البنك في المنام يدل على اتساع المعيشة والأحوال، ومن رأى أنه يدخل البنك حاملا نقودا في الحلم فهذا يدل على السعي للتخلص من هم ومسؤولية، ورؤية دخول البنك ونسيان البطاقة في المنام تدل على مواجهة العراقيل والعقبات، وتشير دخول البنك والخروج منه في الحلم لإتمام أمر الراعي. حلم فتح حساب في البنك يدل على جمع أموال وادخارها، ومن رأى أنه يفتح حسابا في البنك باسم ابنه في الحلم فهذا يدل على التفكير بتأمين مستقبله، ورؤية فتح حساب في البنك باسم أخيه في المنام تدل على مساعدته وتقديم العون له، وتشير رؤية فتح حساب في البنك باسم صديق في الحلم إلى وقوف بجانبه في الحزن. رؤية سحب المال من المصرف في المنام تدل على استرجاع الودائع والأمانات، ومن رأى أنه يذهب لسحب المال من البنك في الحلم فهذا يدل على السعي في تحصيل الحقوق، ورؤية عدم القدرة على سحب المال من المصرف في المنام تدل على ذهاب حقوق الراعي لغيره. رؤية بطاقة البنك في المنام تدل على الغنى والطرف، ومن رأى أنه يبحث عن بطاقة البنك في الحلم فهذا يدل على السعي للحصول على الأموال والأهداف، ورؤية ضياع بطاقة البنك في المنام تدل على خسارة المكانة والهيبة، وتشير رؤية العثور على بطاقة البنك في الحلم إلى الحصول على الرزق الحلال، أما من سرقت بطاقته البنكية في المنام فهذا يدل على تعرضه للاحتيال. مدير البنك في المنام يدل على شخص مؤتمن ومحل ثقة لدى الراعي، ومن رأى أنه يتحدث مع مدير البنك في الحلم فهذا يدل على أخذ النصيحة والرشد، أما رؤية الجلوس مع مدير البنك في المنام فتدل على العلو في القدرة. العمل في البنك في الحلم تدل على جني الأرباح والثروات والزيادة في العز، ومقابلة العمل في البنك في المنام تدل على المساعي لتحقيق الأهداف والطموحات. سرقة بنك في المنام تدل على سلب الأموال من الآخرين، ومن رأى أنه سرق بطاقة البنك لشخص يعرفه في الحلم فهذا يدل على الغدر والطعن به. رؤية البنك في المنام للرجل تدل على الثروة والغنى، وإذا رأى الرجل أنه يدخل البنك في الحلم فهذا يدل على الزيادة في مكاسبه. رؤية البنك في المنام للعزباء يدل على الأمانة والودائع، وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تدخل البنك وهي سعيدة في الحلم فهذا يدل على تحقيق النجاحات والطموحات. أما رؤية البنك في المنام للمتزوجة فهذا يدل على تحملها لمسؤولية الأبناء، أما معنى حلم البنك للحامل فهو يدل على تأمين حياة جيدة لمولودها القادم إن شاء الله. أما تفسير رؤية البنك في المنام للمطلقة فيدل على حقوقها ومستحقاتها لدى الآخرين. أتمنى أن ينال التفسير إعجابكم. إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله.